الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي الرفيق المحامي عادل المتروك، الرئيس الفخري الرفيق أحمد الشملان، الرفيقات الرفاق، الأصدقاء الأعزاء، الحضور الكرام، أسعدتم مساء وطاب مساءكم جميعا. من مسلمات وبديهيات الحياة التي أثبتتها جدلية الفلسفة أن الكل راحل مثل ما هو باق، وجميع شرفاء الوطن على الدرب سائر. ومع كل ذلك شهدنا في مطلع هذا القرن العشرين أن عملية الرحيل أخذت تتسارع لخطف أرواح مناضلين متميزين بصدقهم وإخلاصهم لمبادئهم من دولة البحرين ومن دولة الكويت الشقيقة أيضا، مناضلين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل بناء وطن حر وشعب سعيد. الحضور الكرام، إن أكثر ما يؤلم رفاق جبهة التحرير الوطني البحرانية أنه في شهر يونيو وأغسطس من هذا العام 2022 ميلادية فقدت البحرين والحركة الوطنية رفيقين من الرعيل الأول لتأسيس الجبهة، هما الرفيق الدكتور يعقوب الجناحي والرفيق إبراهيم جمعة ديتو. هذان الرفيقان كان في مطلع شبابهما يعملان في شركة نفط البحرين، ومن هناك تنامت أفكارهما وارتفع مستواهما الثقافي من خلال علاقتهما بالعمال أولا، وحيث كان في أوساط العمال أناس يتبنون بشكل سري الأفكار الماركسية اللينينية. هؤلاء من خلالهم نمت ثقافة الرفيقان بقراءتهما مؤلفات سلام موسى ومؤلفات الحارث بن يحيى جورج حنة. بعد ذلك رويدا رويدا أخذ يقتنيان الكتب العلمية ذات النهج الماركسي اللينيني، وهذا ما أهلهما لأن يكونا من الرعيل الأول لتأسيس الجبهة. الحديث عن سيرة وحياة المناضل الرفيق الراحل إبراهيم جمعة ديتو هو تماما مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ النضال لجميع الرفاق المنتسبين لجبهة التحرير الوطني البحرانية، وبالتحديد مرتبط بتحركات ونضالات الرفاق الذين يعتبرون من الرعيل الأول لتأسيس الجبهة. الرفيق إبراهيم كتب عنه الكثير، وبالرغم مما كتب لا يفي حقه قياسا بتضحياته الجسام، سواء من خلال نشاطه بين الرفاق أو قيادته المسيرات العمالية والمظاهرات الطلابية الصاخبة في ستينيات القرن الماضي، ناهيك عن تضحياته داخل المعتقل وخارجه، بالإضافة إلى صموده ومواقفه الصلبة أمام الجلاد. وكما هو معروف أن آخر اعتقال له كان في صيف 68، وفي مطلع عام 69 تم ترحيله للخارج، فاختار آنذاك دولة الكويت مع رفيق دربه الرفيق موسى داوود. من هناك أخذ يتنقل من بلد إلى بلد ليلتقي برفاق دربه في الخارج حتى استقر به المطاف في دولة الكويت، ولم يسمح له بالرجوع للوطن إلا في عهد الانفتاح النسبي والسماح لعودة جميع المنفيين جراء إلغاء قانون أمن الدولة السيء الصيت. الكثير من الرفاق الذين عاصروه وشاركوه في الحياة السياسية يشيدون بأخلاقياته وحسن معاملته وعطائه اللامتناهي، لجانب تميزه بالمواظبة اليومية لمتابعة ما يجري في البلاد من أحداث سياسية
وقراءاته المتعددة للأوضاع داخل البلاد وخارجه، حيث أنه يحظى بثقافة واسعة من المعارف والعلوم ذات الصلة بالنظرية الماركسية اللينينية. فكان كلما يقرأ كتاباً أو يقرأ خبراً أو تحليلاً سياسياً مهماً لا يحتكره لذاته، بل ينقله للآخرين من رفاق دربه وأصدقائه ومعارفه من الكويتيين أيضاً. فكان كل من عرفه في الخارج كان يشيد بعطائه وكرمه وعلو أخلاقه وتواضعه العميق ومواقفه الإنسانية التي تكمن في بذل كل ما في وسعه لمساعدة الآخرين بكل ما يحتاجونه في حياة الغربة والمنفى. الرفيق إبراهيم كسابق غيره من الرفاق الذين رحلوا عن دنيانا أجساداً لكنهم باقون بذكرياتهم الخالدة، إبراهيم واحد من أولئك الرفاق الذين سطروا بنضالاتهم وتضحياتهم تاريخ مجيد ينير دروب الكادحين. هذا ومن الجدير بالذكر أن الرفيق إبراهيم عندما كان معي في المعتقل في جزيرة جدة كان باستمرار يقول لي: يا حسن، ليس لدينا طريق آخر غير هذا الطريق الذي اخترناه بإرادتنا، وسنبقى في هذا الطريق، طريق النضال في صفوف جبهة التحرير الوطني البحرانية حتى آخر نفس من حياتنا. وهكذا استمر الرفيق متمسكاً بهذا الدرب حتى النفس الأخير من حياته. وختاماً لروحك يا رفيق المجد والسكينة والخلود، ولنا ولعائلتك الكريمة ولأهله وذويه خالص العزاء وأصدق المواساة، ولنا جميعاً الصبر والسلوان. شكراً لكم.